يلا بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم طلبتنا الاعزاء طلبة الصف السادس الاعدادي واكيد بالفرعي العلمي والادبي. يعني وي ار ستيل ان يونت 1 بعدنا بالوحده الاولى. عندنا موضوع بسيط جدا وايضا بي درجتين. يعني شلون بساطه الموضوع اللي قبله مال الصفات تاخذ اي دي واي ان جي. هنا عندنا ايضا صفات بس شنو؟ عندنا صفات هنا adjectives and adverb. adjectives and adverb. اوكي شلون يجيني؟ يجيني بطريقتين هذا، اما يجيني املاءات وموجوده الاملاءات راح تلقون الفيديو مالتها بصندوق الوصف. او يجيني اختيارات بهالشكل بالسؤال الثاني يجيني اختيارات اما تختار هاي او تختار هاي. شلون اختار انا وشنو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع عندي الصفات، شنو الصفه؟ الصفه تعريفها هي التي تصف لنا الاسماء. الصفات هي التي تصف لنا الاسماء او الاشياء، هذا تعريف الصفه. اما الظرف هو الذي يصف لنا الافعال، الظرف هو الذي يصف لنا الافعال. اوكي، شلون اختاره بالوزاري؟ بكل بساطه بلا دخلت راس، احنا لازم نعرف عندني افعال لازم نعرفهن، عندنا افعال فيرب بي يعني وعندنا افعال رئيسيه. اوكي، عن هالدوخه هاي تعال نسولف هنا. تعريف الصفه، قلنا الصفه هي التي تصف لنا الاسماء. الصفه شنو توصف لي؟ اسماء. وتأتي يعني الصفة قبل أو بعد الاسم، ممكن تجي قبل الاسم وممكن بعد الاسم. أوكي، شلون نختار؟ شلون نختار؟ إحنا جايتنا اختيارات، شلون نختار؟ أولاً إذا وجدنا فعل كينونة، جينا للجملة لقينا فعل كينونة اللي هو يا فعل، لقينا فعل بي اللي هو منه يطلع منه، لقينا الإز والآم والآر والوز والوير. يعني إذا لقينا واحد من هذين بالجملة. اوكي، وبعد الاختيارات هو مطلع هنا اختيارات، وبعد الاختيارات لقيت نقطة، جيت هنا لقيت نقطة. هسا عندي فعل كينونة ونقطة، مباشر اختار فل ارجع عيته. جينا للجملة لقينا فعل كينونة بي، تمام، وبعد اروح للجملة لقيت بعد الاختيارات نقطة. اوكي، نختار فل، تمام. تعال نشوف نطبق هنا. اول واحدة this picture، بكتر هذا اسم. وشنو لقيت؟ لقيت فعل كينونة اللي هو مال بي، واحدة منهم. جيت للجملة شنو لقيت؟ نقطة. طبعا اللي يعرف يترجم ذاتس اوكي ما عنده مشكلة، بس هنا عندنا الطلاب اللي ما يعرف ترجم. فأقول this picture was، قلنا شنو ناخذ؟ ناخذ الصفة. اوكي، الصفة تاخذ لي فول، والظرف ياخذ لي فولي، تمام. ف this picture was beautiful، الصفة تاخذ لي فول، وإذا ظرف ياخذ لي فولي، تمام. نروح للنقطة الثانية. اوكي، بعد عند وجود بي وبعد الأقواس كلمة، مهم جدا هنا. الثاني لقيت فعل بي بالجملة، فعل كينونة بي، وبعد الأقواس لقيت كلمة، هاي الكلمة مو قبل تختار، دير بالك. نروح نشيك الكلمة نلقاها إذا اسم أو فعل. إذا لقيناها اسم راح نختار الصفة اللي يمل فول. نجي نطبق هنا. It is a beautiful، لو beautifully، ولقيت هنا كلمة بعد الأقواس. هذا شنو نوع الكلمة؟ نوع الكلمة ناون، اسم. ما دام اسم معناتها راح أختار لها صفة. ليش؟ لأن هي الصفة تصف لي الأسماء. الصفة تصف لنا الأسماء. عندي اسم فراح أختار لها الصفة. فأقول beautiful story، it is beautiful story، تمام. مرة جتني الاسم بالبداية واختارت الصفة، قلت this picture was beautiful، هذا الصورة جميلة. اوكي، اما هنا it is a beautiful story، جتنا الكلمة بالاخير اسم فاختارت لها ايضا صفة. هسه صار عندنا نقطتين، اذا لقيت فعل كينونة بالجملة ولقيت نقطة تختار صفة اللي هي full. اوكي، لقيت فعل كينونة هنا ولقيت كلمة هنا، تتأكد من نوع الكلمة، إذا اسم تختار أيضا صفة اللي هي فول. ليش؟ لأن الصفة تصف لي الأسماء، ما عندي فعل هنا. أوكي، نجي نوب للظرف. شنو الظرف؟ الظرف هو الذي يعرف الفعل. الظرف يعرف للفعل، الظرف هو الذي يعرف الفعل. يا فعل، فعل الرئيسي يعني الفعل الحركي، يعني مو الفعل الكينونة يعرفه. أوكي، شلون نختار هنا اذا اجتني الجمله بها فعل؟ اولا اذا وجدنا فعل رئيسي
بالجملة جينا لقينا الفعل الرئيسي ما لقينا فعل كينوني مباشر وانت مغمض وانت مغمضة تختارين فولي. جينا للجملة لقينا الفعل الرئيسي نختار فولي. تعال نشوف هاي الجملة هي درايز هسا هاي بدون ترجمة بدون أي شيء عندي فعل كينوني is am are was ولا ما عندي ما دام ما عندي عندي فعل رئيسي اللي هو درايز فاختار carefully أوكي بالأخير نقطة هم على علاقة بيها أقول he drives هو يسوق the car هو يسوق السيارة شلون السياقة مال السيارة هنا نريد نوصف الفعل مالته مال السياقة he drives the car carefully يسوق السيارة بحذر فهنا وصفنا الفعل مالته ما وصفناه هو ولا وصفنا السيارة he drives the car carefully يسوق بحذر فال ly اللي هي تاخذ نخليها للظرف بعد هنا اذا وجدنا فعل كينونه ممكن نجي نلقى الجمله نلقى فعل كينونه اللي هو از والام والار والواز والوال بس بعد الاقواس ايضا لقينا كلمه هنا ننتبه نروح للكلمه اذا فعل نختار لها ظرف اللي هي فولي اجت هنا ذا فيلم از لقيت فعل كينونه اوكي ولقيت كلمه هنا شو اتفقنا احنا اتفقنا انه ما نختار مباشر منا اتاكد من هذه الكلمه اذا اسم او فعل هسا هاي الكلمه نوعها فعل بها ايدي ممكن تعرفونها من الايدي بها فعل فهنا ما دام عندي فعل انا اوصف الفعل هنا وصف الفعل راح يكون بالظرف فاقول the film is wonderfully directed انتج الفيلم ببراعه او بحرفه او بجمال هذا الموضوع بسيط جدا اللي هو كيف اختار فول او فولي اوكي راح نخلي وزاريات حل كم وزاريه هنا وبعد عنده وزاريات بصندوق الوصف لا تنسون تطرحونهن وتحلونهن مهمات جدا خمس امثله وزاريه على هذا الموضوع طبعا مثل ما قلنا جاي املاءات هذا املاءات راح تلقونه بفيديو خاص بي وموجود بصندوق الوصف يعني جوا الفيديو اوكي وين يجيني هذا يجيني question 2 فرع بي اللي هو اختيارات اعطاني هاي الجمله قال لي اختار اما peaceful او peacefully اجيت للجمله احنا شو اتفقنا اذا لقينا there be ممكن ناخذ full اللي هي الصفه اذا ما لقينا مباشر ناخذ fully فهسه اجيت من الطول للطول بدون ترجمه بدون ما تعرف ترجمه لقيت فعل كينونه اللي هن is am are was where ذني اريدك تحفظين الخمسه لقيت الموجودات ما لقيناها الموجودات فمباشر ناخذ fully اجي ترجمها we hope that نأمل we all live نأمل كلنا بالعيش peacefully بسلام هنا شنو وصفنا وصفنا العيش نأمل ان نعيش بسلام together سوية ما عندنا مشكلة اوكي اثنين the story القصة was شنو لقيت فعل كينونة بي اوكي جيتني الاخير شنو لقيت نقطة ما دام لقيت بس فعل كينونة بي باعتبار عندي اسم the story story هذا اسم the story was beautiful فاخذ ال ly يعني اذا لقيت فعل كينونة كلمة هنا اسم او حتى ما تعرف اسم هاي اللي ما يعرف ترجمة لقيت هنا فعل كينونة ما لقيت غير فعل لقيت هنا نقطة فاختار الصفة اللي هي فول نقطة ثلاثة سارة اجينا كملنا الجملة ما عندي فعل كينونة شنو عندي عندي فعل رئيسي ما عندي فعل كينونة اذا ما عندك فعل كينونة مباشر تاخذ الفولي سوري تاخذ الفولي فصير الجملة سارة carefully left the box سارة شالت البوكس بحذر سارة carefully left the box ما عندي فعل كينونة فاختاريت اوكي هنا شنو انا عرفت عرفت هنا الفعل هنا عرفت الفعل عن اي طريق عن طريق الظرف سو نمبر 4 نقطة 4 ذات از ا wonderful or wonderful film لقيت هنا فعل كينونة ولقيت هنا كلمة لا تستعجل تختار تشيك هاي الكلمة نوعها فعل لو اسم قلنا اذا فعل نختار fully اما اذا اسم لا نختار full فهاي الكلمة نوعها اسم noun film اسم فصير الجملة that is a wonderful film هذا
فيلم رائع، فيلم مميز. The last one، آخر واحدة. The story was، شنو لقيت؟ لقيت فعل كينونة. أوكي، اختار beautiful أو beautifully، وجيت هنا شنو لقيت؟ لقيت كلمة، تشيك هاي الكلمة. هاي الكلمة written معناها فعل، ما دام فعل باعتبار أنا جاي، أو نقول نقدر نقول هو الأقوى، واللي جاي أعرف الفعل. بما أن أعرف الفعل بالLY، فالاختيار مالتي راح يكون هاي الجملة. ليش؟ لا تهتم لهاي، اهتم للفعل الرئيسي. أوكي، That's it for today. هذا كل ما لدينا اليوم، موضوع بسيط جدا ونحصل به درجتين أنا مغمضين. أوكي، ومثل ما نوهنا سابقا أنه صندوق الوصف راح تلقون أيضا وزاريات مال هذه محلولة بعد وزاريات، وراح نلقى شلون جايني بالإملاءات. Thank you.